بابا ريكلو طبعا عامل ديوان جميل بديع، ومدحت العدل ده راجل شاعر كبير وراجل حقيقي جدا، وللاسف ما امتعناش غير بديوانين. بطالبه انا ان يعمل لنا كم اللي هو عمله في حياته، يعمل يجي 20 30 ديوان. اتمنى يعمل لنا ديوان كتير، ديوان شبرا مصر على وجه الدقه والتحديد. انا حاسس ان انا شريك فيه، لان اغلب الاحداث اللي جواه والشخصيات كلنا عشناها كناس عايشين في شبرا. اتمنى باذن الله يعمل لنا دواوين تاني وتالت ورابع. شبرا دي مصر، شبرا نفسها مصر، يعني هي الجزء الحقيقي من مصر، فينفع طبعا نعمل منها كذا مسلسل، مش مسلسل واحد.